السلام عليكم الأولاد الكل، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس اللي شمتت في الكلوب أفريكا والعام الجاي الشرفي، كلها سمعناها الأغنية دي وكلها ضحكوا على الكلوب أفريكا، ولكن الدنيا دوارة دارت وجات في الغير. ونحكي لهنا على النجم الرياضي الساحلي، ولكن يندرى النجم الرياضي الساحلي باش نجم تصمد كما صمدت لكلوب افريكا ورجعت؟ هذا السؤال المطروح. كلنا نعرف انه النجم الرياضي الساحلي على لسان سيف غزال لعبها السابق قال النجم الرياضي الساحلي مسالة في 84 مليار. هذا الافريقي اوروزمون جاي عند الجمهور نتاعها واللي ابهر العالم كامل مش كان في تونس. اما السؤال اللي يطرح نفسه النجم الرياضي الساحلي، يندرى باش يمشي في المنوال نتاع الكلوب افريكا؟ يندرى جمهور النجم الرياضي الساحلي باش ينجم يضخ المليارات اللي يضخها جمهور الكلوب افريكا في ميزانيه النادي؟ على خاطر الاداره نتاع النجم الرياضي الساحلي لو كانهم يستناو في رجل اعمال والا يستناو في رئيس سابق للنجم الرياضي الساحلي باش يضخ المليارات، وكلكم راهو يبدا شويه، على خاطر توا ما عاد حتى حد يدفع فرنك النادي، حتى لو كان هو يحب النادي هذا بين قوسين، ولكن مستحيل باش يدفع. لذا جمهور النجم الرياضي الساحلي راك انت الوحيد اللي باش تقف للجمعيه نتاعك، سينو الجمعيه نتاعك راهو باش يصير فيها اللي ما صارش. ولو اني نستبعد برشا انه جمهور النجم الرياضي الساحلي، مع احتراماتي ليه، يقعد جمهور كبير وجمهور نتاع جمعيه كبيره باش ينجم يقدم الشطر اللي قدمه جمهور النادي الافريقي للجمعيه نتاعو. وهو علاش الناس تزيد تفهم اكثر في عالم السياسه، ثم دوله عظمى وثم دوله اقليميه. شنو الفرق بيناتهم؟ الدوله العظمى هي اللي تعبر في العالم كامل، عندها نفوذ في العالم كامل، والدوله الاقليميه اللي هي عندها نفوذ كان في البلاصه في الاقليم نتاعها، يعني في الدول المجاوره. كيف الكلوب افريكا الترجي الرياضي التونسي نجموا نقولوا دول عظمى في تونس، يعني عندهم الجمهور نتاعهم والقاعده الجماهيريه نتاعهم في تونس كامله، في المقابل الجمعيات الاخرى هي دول اقليميه، يعني في رق جهويه والمحبين نتاعهم كان في الشيره نتاعهم. والكلام هذا ينطبق كيف على النجم الرياضي الساحلي. النجم جمعيه كبيره والجمهور نتاعها جمهور كبير. اللي عملوا البريكات روج في العشرينيه نتاعو شيء من وراء العقل، ولكن للاسف يقعد جمهور جهوي اللغال بالبياري صريح، يحب اللي يحب ويكره اللي يكره، ولكن هذيك الحقيقه. وعليه نحكي في الكلام هذا؟ واش مدخل الفريق الجهوي في الموضوع نتاعنا؟ واضحه الحكايه برشا. الكلوب افريكا وقت اللي استحقت فلوس من الجمهور نتاعها، الفلوس تلمت من الجمهوريه التونسيه الكل، لكن النجم الرياضي الساحلي باش يستحق توا فلوس من الجمعيه نتاعو باش تتلم الفلوس كان من الساحل، يعني مش كيما تتلم الفلوس من الجمهوريه الكل، كيما تتلم الفلوس كان من الساحل. وبرشا عباد يقول لك النجم الرياضي الساحلي الجمهور نتاعو في تونس كامل، ممكن في تونس كامل، البياري شخصيا نعيش في تونس، في القناه هذه ثم برشا من محبي النادي الافريقي وبرشا من محبي الترجي الرياضي التونسي. باش نطرح سؤال، عندكم شي محبي ترجي ولا نادي الافريقي في حومتكم محب للنجم الرياضي الساحلي؟ سيسير ما ثماش، ما عندكمش في الحي نتاعكم محب للنجم الرياضي الساحلي؟ كيف سيسير لا، محبين النجم الرياضي الساحلي باش تلقاهم في المستير، باش تلقاهم في سوسه، باش تلقاهم في المهديه، باختصار في الساحل باش تلقاهم. كيف جمهور النادي الافريقي والترجي النادي التونسي باش تلقاهم قله في الساحل؟ واضحه الحكايه. ان شاء الله خويا، ان شاء الله نتمنى لكم كان الخير وتفضوا اموركم، على خاطر رضا شرف الدين عمل كيما عمل السميم الياحي في الكلوب افريكا. شكون مازال باش يتقدم رئاسه النجم الرياضي الساحلي؟ شكون اللي مازال باش يسمع النجم مسالة في 84 مليار وباش يتقدم يا معلم؟ نقول لك انا اول ما باش ندخل للاطوال باش نبدا نصرف في فلوسي، لذا انا نشوف الاطوال راهي في نفق مظلم ماشيه، مانيش نجم نقول حتى شيء. 84 مليار، شكون باش ينجم يدفع 84 مليار؟ جمهور النجم الرياضي الساحلي باش ينجم يلمهم ل 84 مليار؟ توا عاد باش تولي الخطايا، وتوا باش يبدا عاد منع الانتداب و ولا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليه. نجيو توا للكلوب افريكا، ثم موضوع حكيت فيه جمعتين التالي هو قضية المستشارين اللي باش يستشروا في مليون الكلوب افريكا.
ومنهم شركة أوريد وثم شركة أخرى كيف كيف، ولكن الكونترات بتاعهم يوفزنا والفلوس اللي يستشعروا بها في مليون الكلوب ضعيفة برشا وما تليقش بحجم النادي. الإدارة الجديدة قالت يا نتفاوضوا يا مش لازم، وقلنا هذاك الصحيح على خاطر الفلوس اللي باش يعطيوها للكلوب أمريكا إهانة أكثر منها تستفيد منها الكلوب. وقلنا كيف كيف الكلوب أمريكا يا تعمل إشهار به يا مش لازم تخلي المريول كما برشلونة قبل عملت مريول ما غير إشهار. وقلنا راهي الفلوس هذية ما هيش باش تنفع الكلوب أمريكا، وهي باش تزيد تذل الكلوب أمريكا والقاسي والداني واللي يحك راسه يجي يستشهر في مريول الكلوب. الكلام هذا كل حكينا كما قلنا جمعية ما غير جمهور عمرها ما تكون جمعية، وعمرها ما هي باش تكون جمعية. والحمد لله الكلوب أمريكا كان عنده جمهور ضربوا به المثل في تونس وضربوا به المثل في الدول العربية. وقت اللي لانساو المليون الجديد نتاع الجمعية وبدأت يا صاحبي بدأت لعبات يا معلم، هكا لعبات في الجراد يا معلم يا معلم. رأي الكلوب بصراحة أنا نقعد بها الكلوب لو كل أي كلمة فيها اسم النادي الإبريقي تقعد حال فمك. لعبات راهي تدخل لعبات أعطيها حاجة اسمها النادي الإبريقي، الجمعية ماشية وطيح، الجمعية مضارة، الجمعية ما فيها حلاش، والجمهور يا معلم زاد مكدس عليها، هي تزيد تطيح والجمهور يزيد يحبها أكثر والجمهور متاعها يزيد يكثر أكثر. يا معلم راهي حاجة من وراء الأقل. عاد كما قلنا كبداية عاد الجمهور يا صاحبي يجري في المراول 50,000 مليون يا معلم، تعمل اللي قالك يا أخي تبيعوا في نهار كيف كيف يتبيعوا في نهار ولا يتبيعوا في شهرية هي الحكاية، المهم 50,000 مليون باش يتبيعوا. كما قلنا عاد ما هو تلنسى المليون وبدأت عاد العباد هات شتمة هات يا معلم هات هات 50,000 100,000 هات المراول كلها باش تخرج. سي المدير العام تاع شركة أوريد منصور الخاطر هكا برامو اسمه قال لك يا معلم نتفاوضوا. علاش لا؟ ريت كي ريت كي بالحق جمعية يكون عندها جمهور في قيمة النادي الإبريقي. المدير العام تاع شركة أوريد قال لك يا خويا نتفاوضوا يا صاحبي شنو هو الحكاية، 50,000 مليون واللوجو تاع أوريدو بالمليون العباد تدور بيه والعباد تحوس بيه والعباد تقاوش بيه والعباد تسهر بيه والعباد تعرس بيه والعباد تحنن بيه والعباد تكوبلي بيه وما نحكي لكش يا صاحبي. يعني أوريدو باش تكون في البلايص يكون خليك خويا نتفاوض. لذا الإدارة تاع الكلوب أمريكا باش تمشي تعاود تتفاوض مع شريك أوريدو وهي عندها الكلمة الصحيحة كلمة كلمتها، وإن شاء الله النيجوسياسيون هذه تكون في صالح لكلوب أمريكا وتدخل برشا فلوس للكلوب. ونسيت كيف كيف والفرحان يلبس مليون الكلوب والزعلان الزعلان الزعلان قوي زاد يلبس مليون الكلوب كلها تلبس مليون الكلوب. مع احتراماتي بالطبيعة للجمعيات الأندية الأخرى ونعاود نقولها ثم موضوع باش نحكي فيه على جمهور النادي الإفريقي جمهور الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي ونادي الترجي الرياضي التونسي زوز الأندية هذوما باش نحكي عليهم ثم موضوع باش نحكي عليه. إيش علينا توا في الكلام هذا؟ إن شاء الله القرعة متاع المنتخبات العربية الليلة باش تصير، وإن شاء الله كان نجمنا نعمل فيديو في الليل سينو باش نحكيه على القرعة متاع المنتخبات العربية غدوة إن شاء الله. والسلام عليكم.